في عيش الخبر أينما كنت. في مدينة دورا جنوب الخليل قامت الضابطة الجمركية بإتلاف مواد غذائية فاسدة وبضائع مستوطنات كانت قد صدرتها واحتجزتها في مخازنها بعد أن أحيل بائعوها إلى النيابة العامة. في عندنا بضائع مستوطنات هي أعلاف وبضائع مهربة من كريمات ودخان ومعسل وبضائع منتهية الصلاحية من مواد تموينية من عصائر من مواد ومن شوكولاتة من شيبس وطحين وأمور أخرى. احنا بعد ما نجمعهن بنكون باستدعاء لجنة السلامة العامة والقضايا المحولة للنيابة بيكون بحضور النيابة لإثبات عملية الإتلاف. تمور، شفرات حلاقة، حلوى أطفال، أعلاف، مواد تجميل، سجائر ومعسل مزور، مواد تموينية أساسية في لائحة الإتلاف الطويلة التي لم تخلو منها الأدوية الجنسية الفاسدة، وربما في ثنايا المحلات يخفى ما هو أعظم. تابع إحنا طبعا البضائع منتهي تاريخها اللي بدون تصريح اللي يعني المهرب وال من تم لم جمعها من هذه المحلات بنحول قسم منهم إلى النيابة، وفي قسم من تم بعد فحصه طبعا من تأكد أنه يجب إتلافه بنحرز عليه في محلات في المخازن التابعة للضابطة الجمركية. بين الحين والحين حملة إتلاف وضبط آخرها قبل يومين 14 طنا من لحوم العجول الفاسدة في محافظة جنين، والقائمة تطول في كل المحافظات، فهل زاد الغش والتزوير أم أنه موجود ولم تزد سوى حملات التفتيش؟ من مدينة دورا جنوب الخليل لتلفزيون القدس كنان عيسى. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوتيوب وتويتر.